إلى عضو المجلس الأعلى للشؤون الدينية الدكتور هالس أيدمير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أصحاب الفضيلة والسماحة، خاصة الأخوات الفضيلات نساء الأقصى، أحييكن جميعا وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكن إن شاء الله. ليس عندي كلمة بعدما سمعت الأخت الفاضلة الشاعرة أن قالت: قاتل الله الكلمات والأغاني والبلاغات وما إلى ذلك. استرجعت شجاعتي أن أقول بأن ما يحدث اليوم ليس شيئا نادرا في حياتنا، بل نحن اشتريناها منذ البداية بعد أن سمعنا ربنا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فأود أن أعبر عن نفسانية الملايين، هذه الملايين التي سألت عنها المغنية أين وين الملايين، فاعتبروني واحدا منهم، أريد أن أكون ممثلا عنهم في هذا الملتقى. وأريد أن أشير إلى النقطة الأساسية التي يجعل الله سبحانه وتعالى يبدل كل هذه الأيام، كما قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب، ما السبب؟ وليعلم الله الذين آمنوا. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين بين الحق والباطل والصادق والكاذب. فهذه الحياة الدنيوية ليست سوى إلا مجرى ومسار لهذا الأساس. فنحن منذ زمان، منذ عقود، أصبحنا مثل اليهود، علينا أن نعترف بهذه الحقيقة. أريد أن أذكركم آية قال الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ طيب، ما الجزاء؟ ألا يشبه حال اليهود هذه التي يرويها الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الآية مثل حالنا اليومية الآن؟ مثل حال أمتنا اليومية الآن؟ قالت جل وعلا: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى لم يتسامح معهم ولن يتسامح معنا طالما نحن نتحول إلى أناس يريدون الحياة الدنيا، حريصون عليها كاليهود. فأخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا اليهود والنصارى، سألوا رسول الله هكذا، قال: فمن؟ إذن هذه الأيام قد وصلتنا فأصبحنا مثلهم، لذلك يعذبنا الله سبحانه وتعالى أمثالهم، ويختار من بيننا الشهداء، ويختار من بيننا وليتخذ منكم شهداء. هؤلاء أهل غزة، أهلنا فيها، أراهم اختارهم الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل والكرم والعزة، وبقيت لنا الخذلان. إذن تحرير الأنفس أهم من تحرير البلدان، لأن الله سبحانه وتعالى له سنة، وهو أنه لا يغير ما بقوم
حتى يغير الناس ما بأنفسهم. فالملايين أكثر من ملياري مسلم، انظروا كالغثاء كما عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال، هذه الرواية في سنن أبي داود، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. سأل أحد الصحابة، أمن قلة بنا يا رسول الله؟ ظنا منه، قال لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. سأل أحد الصحابة، وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فنحن اليوم علينا أن نعترف بالملايين، هنا الملايين، وغزة الصغيرة أفضحتنا وكشفتنا بأننا أصبحنا أمثالهم وأضرابهم أمام الله سبحانه وتعالى. فها هو الذي أرسل جنوده، فها هو الذي أرسل الآخرين، حينما كنا أكثر نفيرا وكنا أعز، إن أحسننا أحسننا لأنفسنا، ولكننا بعد فترة أسأنا. فها هي سنة الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نرى السبب الأساسي. ولذلك لا أريد أن أخاطب الأنظمة ولا ألومهم، لأن إلقاء اللوم بكل بساطة عليهم هذا هو الطريقة البسيطة التي يتخذه الكثير. وأريد أن أخاطب الفرد بمفرده، أنت ماذا فعلت؟ أختم كلامي ببعض النصائح والمقترحات. قاطع أموالهم ومنتجاتهم، قاطع، أنت قاطع اليوم. قال الله عز وجل لرسوله أيضا، قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك. لا تقل إن قاطعت بمفردي فمن نفع من ذلك. قاطع، شارك المسيرات أنت بمفردك حتى تتخذ معذرة أمام الله سبحانه وتعالى. فالدنيا لن تبقى لا بقدسها ولا بأقصاها ولا بمكاها ولا بأي شيء، لكننا سوف نعرض أمام ربنا سبحانه وتعالى، وفي ذلك اليوم سوف يسألنا الله سبحانه وتعالى، ونحن سنكون فرادى، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. شارك بمشاركة عبر السوشيال ميديا، إن كان لديك أكثر من ذلك فتبرع وأنفق بمالك، وإن كان بوسعك أكثر من ذلك فحاول أن تذهب إلى ذلك المكان حتى تعينهم وتساعدهم مرضاهم وجوعاهم. فإن فعلت هذا واطمأننت بنفسك أنك اتخذت المعذرة، فها أنا هنا أهنيك. كل هذا النظام وكل هذه المشاكل كانت لسبب كشف نيتك وكشف عملك، لأن الله سبحانه وتعالى يدير هذا الدنيا لهذا السبب البسيط، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأستاذ خالص أيد مير.